السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية فيرجينيا بالتحديد مدينة بلاكسبرغ. نواصل أعمالنا فيما يتعلق بهذا العلم بالعلاج بالمأساخن وفوائده الصحية والعلاجية. فالمأساخن ليس مختصر فقط للعلاج، أيضا للفوائد الصحية، لذا ينصح لحتى الشخص الصحي أن يلتزم بالبرامج الصحية والعلاجية للمأساخن. طبعا هناك عدة برامج أساليب صحية وعلاجية، من بينها الطريقة المحددة لتناول المأساخن. هذه الحلقة نغطيها فيما يتعلق بالمرأة الحامل والمأساخن. السؤال كثيرين يتساءلون، هل للمرأة الحامل أن تواظب على البرنامج المحدد لطريقة تناول المأساخن؟ نعم. هل هذا يمثل خطر على الجنين؟ لا، العكس صحيح. كيف؟ باختصار، أول شيء في خلال دراساتنا من خلال ما يتعلق بالجنين والنمو الجنين بداخل رحم الأم، السائل الذي يحاط بالجنين داخل رحم الأم هو بالتحديد الذي يسمى بالسائل الأمنيوسي أو الأمني أو سائل الرحم، وأساساً بالتحديد ماء ساخن. كيف؟ بحيث أن نتحدث عن عنصرين، عنصر الماء وعنصر الحرارة، سخونة الماء. أول شيء، كيف هو ماء؟ نسبة الماء في سائل الأمنيوسي 99%، تخيلوا 99% ماء، والباقي هي درجة واحدة وهي فقط مواد كولاجينية وغير كولاجينية، وهي مواد غذائية للجنين. إذن هنا نقول أنه ماء صافي، سبحان الله. درجة الحرارة هي درجة السخونة وليس مجرد وليس ماء حار، بل ماء ساخن. لماذا؟ لأن بالتحديد السائل الأمنيوسي بالتحديد حرارته 37.5 من الدرجة المئوية، أي درجة واحدة مئوية أعلى من الدرجة الطبيعية للأم في الحالات العادية، في الحالات الطبيعية. يعني أي شخص في حالة طبيعية في أي وضع، درجة حرارة جسم الإنسان 36.5 تقريبا إلى 37 بكثير، وإذا أكثر من 37 أي شخص مريض عنده حمى. يعني الحمى معروف أنك شخص يكون عنده التهاب وجسم يرفع حرارته حتى يقضي على البكتيريا أو على الالتهاب. نعود لموضوع الأمة، لذلك مهم جدا لأسباب كثيرة. أول شيء، للحفاظ على صحة الجنين يجب على الأمهات الحوامل مراعاة أهمية المحافظة على البرنامج طريقة تناول ماء ساخن، والتجنب كليا بقدر المستطاع بأي مشروبات ثلجية أو بارد بشدة أو شديدة البرودة حتى لا يمثل خطر على الجنين، لأن هذا سيساعد الحفاظ على حرارة هذا السائل الأمنيوسي وحفاظ على كمية السوائل أي الماء بالتحديد. ولذلك الجنين أيضا الأم تحتاج لهذا البرنامج أيضا، لأنه يساعد على تلين في الرحم وبالتالي في العضلات، وبالتالي هذا يساعد الأم أو المرأة الحامل في الإنجاب الولادة بدون الألم أو بأقل ممكن من الألم. وهذه التجربة طبعا كثيرين لاحظوا، من الذين التزموا كنا نتواصل معهم، كثيرين من الأمهات، وفعلا كنا نؤكد لهم أهمية الالتزام بالبرنامج لطريقة تناول ماء ساخن والأساليب الصحية والعلاجية الأخرى للماء الساخن. لذلك هذا مهم جدا، وهذا كان رد فيما تعلق حل الأمهات الحوامل الالتزام بالبرنامج صحي الماء ساخن. نعم، لا تترددوا، واصلوا،
وتأكدوا أن فوائدها عظيمة، ليس فقط علاجية أو الوقاية من الأمراض، بل أيضا الفوائد الصحية عديدة جدا. أخوكم فارس بن راشد من سلمى الحجري، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.